باعت بنتها لسفاح التجمع ب 2000 جنيه وقالت لها دي شغلانه حلوه هناكل من وراها الشهد. كانت بتختار البنات اللي هيروحوا له على الفرازه، ويوم ما كانت ما بتعرفش تتصرف كانت بتقدم نفسها هديه ليه. ام شهد احقر ست في مصر، اللي عملته في بنتها مفيش حد يصدقه. ومن بشاعه افعالها المحامين رفضوا يدافعوا عنها وقالوا ما تستاهلش غير حبل المشنقه. يا ترى ازاي قدمت بنتها عشان تشتغل في السكه الشمال؟ وهل فعلا كانت عارفه اللي هيحصل لها؟ كل ده واكتر هنعرفه في فيديو النهارده. اسمها الحركي ام شهد، انما الحقيقي حنان من وهي صغيره وهي بتشتغل في سكه مش مظبوطه، من الستات اللي بيقولوا عليهم بتوع اخر الليل، لكن كان كل اللي بتعمله انها تقف في الشارع تستنى عربيه كده ولا كده تعدي عليها وتاخد اللي هيدولها وتمشي. لكن في يوم وقعت مع كريم سفاح التجمع، لكن وقتها ما كانش سفاح ولا حاجه، كان لسه بطبيعته، وكان اول راجل يديها 200 جنيه في الليله، والفرحه ما كانتش ساعاها، وقررت انها تفضل على علاقه بيه على قد ما تقدر، وكانت بتروح له البيت بشكل يومي وما بقتش بتاخد فلوس حتى، لحد ما هو زهق منها وقال لها انه عاوز يجدد، بس مش اي تجديد، ده عايز بنات بمواصفات معينه، يكون سنها صغير وجسمها رفيع وملهاش اهل، وهيديها على كل بنت 2000 جنيه، ولو البنت عجبته هتكون بالدولار. استغربت الشروط وسألته اشمعنى؟ كان الجواب انه بيحب النوعية دي من البنات. حنان ما فكرتش كتير، واول واحدة جت في دماغها بنفس المواصفات دي كانت بنتها فتحية اللي عندها 15 سنة، بس لما ودتها لكريم قالت له انها بنت معرفة واسمها شهد، وقبضت عليها 2000 جنيه، وفتحية ما كانتش فاهمة حاجة لحد ما راحت مع كريم الشقة، وحصل اللي حصل، وطبعا وقتها هي ما سكتتش وقالت له انها هتحكي لامها حنان، ولولا الجملة دي كان زمانه خلص عليها من اول مقابله. كريم رجع لحنان وكرر الطلب تاني، واكد ان البنات ما يكونش ليهم اهل، ده طبعا بعد ما قضى 3 ايام مع بنتها فتحيه، ومن هنا طلع عليها لقب ام شهد، واشتغلت قواده، بقت تجيب البنات لكريم وتقبض ثمنهم، وكان كل بنت فيهم ترجع تقول لها انه كريم مش راجل وان طلباته غريبه، تقول لها هزود لك الفلوس بس تسمعي الكلام، وكانت لما ما تلاقيش بنت تجيبها له كانت بتروح له هي او تودي له فتحيه. وفي يوم لما فتحية راحت ما رجعتش، ولما سألت عنها قال لها ما عرفش، هي نزلت من عندي وقالت انها مروحة. حنان قلبها ما كانش مستريح، خصوصا انها لاحظت بعد كده ان في بنات تانيين اختفوا زي فتحية بالظبط، لحد ما حصل اللي حصل وجرايمه كلها اتعرفت، واعترف على ام شهد انها كانت بتساعده وبتجيب له البنات وكانت عارفة كل حاجة بتحصل لهم، بس الفلوس كانت بتسكتها. الغريب في الحكاية ان وقت لما تم الكشف على جثمان بنتها فتحية وتعرفوا عليها رفضت تستلمها او حتى تشهد او تحضر جنازتها، والكلام ده قبل ما يعرفوا انها متورطه في القضيه، يعني باعت بنتها مرتين، مره لما سلمتها للشيطان والمره الثانيه بعد وفاتها. من بشاعه افعالها المحامين رفضوا يدافعوا عنها وقالوا ما تستاهلش غير حبل المشنقه. يا ترى ازاي قدمت بنتها عشان تشتغل في السكه الشمال؟ وهل فعلا كانت عارفه اللي هيحصل لها؟